انت اداريا يعني شغلك بيبقى في الكواليس، ويعني الدنيا ماشيه محدش يلجأ لك، حصل مطب في حاجه تلاقي الدنيا قامت. قول لي بقى الاداريا من اول الموسم لغايه اخره، من قدوم المحترفه لتذاكرها لسكنها كل حاجه، كلمني بقى على مرال وعدها، كلمني على كل حاجه. بص يعني ما شاء الله الفرقه الحمد لله السنه دي، احنا مش قادر اقول لك التيم اللي معمول السنه دي زي ما قالت كابتن عاليه، بنعد من بقالنا فتره من اول نهايه الموسم السنه اللي فاتت، عارفين احنا هنجيب، احنا لينا صفقتين مشينا ورا الصفقتين دول، وما شاء الله كانوا اسهل صفقتين حصلوا السنه دي. ده بدعم كابتن محمود الخطيب مجلس الاداره وسياده الوزير العام لفاروق، ويعني اهم واحد كابتن خالد العوضي يعني مدير النشاط الرياضي. دي حاجه دور اول مره احس ان صفقتين البنات كمان ساعدونا، وكابتن طارق مرال وهالة، مرال وهالة صفقتين ما شاء الله الحمد لله، بدون اي يعني ما خدتش وقت، مشيت الدنيا الحمد لله. تفاصيل الحاجات الحمد لله كل حاجه كانت متسهله، في دعم جامد جدا من مجلس الاداره، في دعم جدا من كابتن خالد العوضي. السنه دي يعني طول عمر النادي الاهلي كيان واحد، الدنيا ماشيه، بس السنه دي مختلفه شويه. اما يبقى معاك مدير نشاط رياضي حاسس بالناس كويس قوي، حاسس ان هو عايز ينجز الحاجات الاداريه، كانت في حاجات بتاخد وقت شويه، ما شاء الله يعني سرع الدنيا بطريقه الحمد لله. كل حاجه بتتعمل، عايز يعمل احسن حاجه للفريق، والنشاط الرياضي كمان كله بصراحه واقف معانا جامد قوي. كل الناس اللي شغاله في النشاط الرياضي بتقف مع الجهاز الاداري كله، انا معايا كابتن مشيره اداريه برضو طبعًا في الفرقه طبعًا. ما شاء الله برضو بنقسم الشغل حاجات في الاتحاد وحاجات في النادي. خلي بالك كابتن مشيره برضو اكتف جدا فوق الوصف، ومنتخبات يعني ومنتخب وعلاقتها في الاتحاد ما شاء الله. لا هي محبوبه من الكل، ما شاء الله يعني انا جدا جدا الحمد لله الدنيا ماشيه. الانجاز السرعه السنه دي كل حاجه بتخلص بسرعه الحمد لله، النشاط واقف دعم. يعني افهم كلام حضرتك انه اداريا انت السنه دي حاسس الحمد لله على المستوى الاداري، على المستوى الاداري في استقرار. كلام مهم جدا كابتن علي قال، كلام مهم جدا، فني طبي من الناحيه النفسيه. انت حضرتك شايف الناحيه الاداريه ان الموسم كان مبشر من بدايته، من الحمد لله ما شاء الله ما شاء الدنيا كانت ماشيه، والدنيا كانت ماشيه، وهي في طبعا الحاجات اللي هي انت عارف اللي بيجي لك فجاه، الحاجات الروتينيه اللي فجاه هنلعب في برج العرب، لا هنلعب في اسكندريه، لا هنلعب في القاهره. يعني بصباعك الصغير بتخلص الحاجات دي، انت بالتليفون بتحجز وتخلص. المهم ان انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اوفر للعيبه والجهاز الفني ان هو يبقى ما يشغلش باله باي حاجه، صح. الملاعب، حجز الملاعب، حجز الفنادق، الفرقه مستريحه، كل ما الحاجات الاداريه ساعدت الجهاز كله والناس كلها بالزبط. ان كل حاجه هو ما بيفكرش في حاجه. النهارده في معسكر، عارف المعسكر فين، بعرفه اسم، يعني عارفين هننزل فندق ايه بالزبط. كل حاجه بس الحمد لله. انت امبارح كنت في على الخط ولا كانك، يعني انا اسف يعني يا كابتن، ما احنا اخوات، لا خالص، ولا كانك مشجع درجه ثالثه. بس يعني انت في حاجات بتكتبها، في اهم حاجه فجاه انفعل انفعل وراح سايب عليها مش كاتب حاجه. بحب اتابع السكور اول باول، ساعات بتحصل فيه اي حاجه، بس الحاجه يعني مش الجديده بالنسبه لنا السنه دي، الجهاز كله والفرقه، العامل الاساسي ما شاء الله الجمهور. انا مش قادر اقول لك الجمهور كان عامل اساسي واحساس احساس الجهاز، وانا متاكد ان اللعيبه كمان كان فوق الوصف طبعاً. ان انت تلعب بجمهور في الباسكت بالذات حاجه تانية خالص، صحيح. احساسك ان انت مش هتخسر، نشكره من هنا جداً 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 طبعاً. الجمهور حاجه، والاحلى من كده تجربه الالتزام. لا عايز اقول لحضرتك بقى جداً. ان الجمهور ده في احنا يا ريت مش رايح للدرجه الاولى، ده فرقه، ده قاعد فرقه مرتبط قبليها قبل الماتش بتاعنا باربع ساعات، عشان يشجع، قاعد بيشجع متواصل ساعتين متواصلين، وبعديها برضو هو نفس التشجيع، ويمكن بقى اكتر مع الدرجه الاولى. فيعني جمهور الاهلي كل الشكر، كل الشكر لجمهور الاهلي، مع الولاد والرجال ان شاء الله في الماتش اللي جاي مع الزمالك، والماتش الفاينل باذن الله.